طبعا انا عارف ان الناس ممكن تكون زيت شويه، بس يعني ايه ان شاء الله ناخد المالتي سكليروزس، للاسف درس صعب حبتين. صوت كويس كده يا دكتور حسن؟ تمام يا فندم، اتفضل. تمام. سريعا كده، المالتي سكليروزس او الام اس او الاسم القديم بتاعه كان اسم ديسيمينيتد سكليروزس. فكره المالتي سكليروزس ده نوع من انواع الاوتو اميون دي مايلينيتنج ديزيز. فكرته ان بيحصل مهاجمه من الانتي بادي بتاعه الجسم، وخاصه الاي جي جي اللي احنا هنلاقيها بعد كده في السي اس اف، بتروح تهاجم المايلين شيس اللي حوالين موجوده في الوايت ماتر اللي حوالين النيرف، سواء كانت في البرين او حتى في السباينال كورد، وبالتالي بتشيل من عليها الطبقه اللي بتحمي النيرف، وبالتالي النيرف بيتاثر. وطبعا احنا عارفين ان كل ما يكون المايلينيتد نيرف الكوندكشن بتاعته تبقى اسرع، اما النون مايلينيتد فيها الكوندكشن بتاعته تبقى اقل. فالتعريف هو اوتو اميون انفلاميشن ديزيز في السي ان اس، سواء في البرين او السباينال كورد، بيأثر مني على الوايت ماتر، بيعمل حاجة اسمها باتشي أو مالتيبل باتشي دي مايلينيشن ويد سبسيكوينت اكزونال دامج. المرض دوت بتاع الميدل فيميلز، المرض دوت بيجي لي 20 ل 40 سنة، وخاصة الفيميل، وبيقولوا ان هو بيجي في الناس الوايت بوبيوليشن، والكامل بين قوسين دي جايبها من الفيرست ايد 2020، بيقول ان هو مور common in individual living farther from equator، يعني اللي بعيد عن خط الاستواء. يعني بنتكلم على الناس اللي هي الوايت، او حتى الناس اللي ما بتتعرضش للشمس اللي هم اللو سيرم فيتامين دي. الباثوفيزيولوجي جايبها من كتاب الدكتور الهواري، سهله جدا وبسيطه، ان الاميون سيستم اتاكس للناس فبيعمل له دي مايلينيشن. الفكره ان الاي جي جي اللي هيطلع بيروح يهاجم البروتين اللي موجود في المايلين سيس، وبالتالي بيؤدي الى انفلاميشن. الانفلاميشن دوت هيتحول الى سكليروزس او سكيرنج، وبالتالي هيخلي الكوندكشن في النيرف دوت هيبقى قليل. النقطه الحمراء دي في كتاب دكتور حمد بيقول ان المرض دوت هلا دي ار 2، لو احنا فاكرين كان الهلا دي ار 3 اعتقد دايبيتس باين، هلا دي ار 3 اعتقد، او هلا دي ار 2 ممكن يكون اس ال اي، او هلا دي ار 4 هيبقى الروماتويد ارثرايتس. عموما يعني فالمالتيبل سكليروزس من كلمتين ما تنساش ان هو هلا دي ار 2. النقطه اللي بعد كده، طبعا احنا عارفين ان المالتيبل سكليروزس الانواع بتاعته بتبقى ريلابسنج ريليتنج، يعني شخص بيبقى ما عندوش اي حاجه خالص، ومره واحده يحصل له اكسسيربيشن في حوالي 90% من العيانين. ايه الحاجه اللي هتخلي الشخص اللي كان ريميتنج ده يحصل له اكسسيربيشن؟ من الحاجات المهمه جدا جدا اللي تشايلد بيرث، هنعرف ان الست الحامل بيبقى ريلابسنج فيها قليل، اما بعد ما تولد بيقولوا ان التشايلد بيرث بعد ما تولد او البوست بارتم بعد 6 شهور تقريبا بيجي لها فكره الريلابس. فالتشايلد بيرث او التروما او الايموشنال ستريس او السيرجري من الحاجات البريسيبيتنج فاكتور. من الحاجات المهمه جدا وهتتقال دلوقتي، ان اي حاجه بتزود البادي تمبريتشر بتاع جسم الانسان بتعمل بريسيبيتنج دي المالتيبل سكليروزس، منها الهوت باث او الفيزيكال اكتيفيتي او الانفكشن. وهنعرف دلوقتي ان في ساين من الاسماء اللي هتظهر في العينين في البن حتى بتحصل ديورنج هوت باث، وهنقولها دلوقتي. اشهر الاماكن اللي بيحصل لها دي مايلينيشن في الام اس هم اربع اماكن، اشهرهم على الاطلاق الموست كومن هو البري فنتريكولار ارياز، وهنشوفها دلوقتي في الام ار اي. ممكن تيجي كمان في البرين ستيم، وهتاثر على الكرينيال اللي موجوده في المدله وفي البونز وفي الميد برين 2 3 8 7، ممكن تاثر على السيريبيلم وهتعمل لي سيريبيرال اتاكسيا، ممكن تاثر كمان على السباينال كورد سواء اذا كان البيراميدال او حتى في السنسيشن. الكلينيكال تايبس بتاعتنا هما اشهر الانواع بتاعتنا هما نوعين، حاجه بيسموها ريلابسنج ريميتنج او بيسموها كان الاسم القديم بتاعها بيناين، وهو ده الموست كومن باترن في حوالي 90% من العيانين، هو ان الشخص دوت بيبقى بيجي له اكسبيربيشن بتروب اب مره او اثنين في بعض السنين سنتين ثلاثه، وبعد كده بيخش في ريميشن خالص، وبعد كده يرجع له ثاني الفول اب. هي بتيجي على شكل اكيوت ويقعد شويه اسبوعين ثلاثه ويخش ثاني في ريميشن وهكذا، دي بيسموها ريلابسنج او اكسبيربيشن ريميتنج، يعني بيرتاح خالص من السيمتوم والساين وترجع له ثاني. دي اشهر نوع من انواع المالتيبل سكليروزس. في نوع ثاني بيسموه البروجريسيف، في البروجريسيف نوعين، برايمري وسكندري. من الاول خالص
الشخص هيجيله السيمتوم والصين وهتكمل معاه ما فيش اي ريميشن ولا في حتى اكسسيربيشن ان هو الشخص اول ما يظهر عليه المرض هيكمل على طول ريميشن وبيكون اكسسيربيشن. السكندري بروجريشن هي سكندري الحاجه. ايه هو السكندري؟ مين سكندري؟ الار ار اللي هو ريلابسنج ريميتنج. بيبقى الشخص دخل فيه ريميشن اكسسيربيشن ريميشن اكسسيربيشن وهيجي له وقت من الاوقات يكمل بروجريشن مش هيحصل له فكره الريميشن والاكسسيربيشن. فدي بيسموها سكندري لي لان هي بتبقى سكندري لي الار ار افتر من ريلابسنج ريميتنج بيبقى كونتينوس ديوريشن اوكيرز. يبقى دول الكلينيكال تايبس بتاعتها. السؤال اللي جه قبل كده بيقول ايه؟ بيقول لك عيان جاله فيرتايجو وجاله مش عارفه سيريبلر اتاكس وجاله مش عارفه ايه من العيان دوت ام اس. فبيقول لك ايه هي الباترن الاشهر اللي ممكن تيجي بيه؟ الإجابة هتبقى flares of flares of symptoms in different areas of the body with variable recovery between. وهو ده الوصف اللي احنا قلناه relapsing remitting لان هو ده الأشهر pattern اللي ممكن نكمل. دكتور حسن الصوت كده كويس يا جماعة ولا في حاجة؟ لو في حد عنده أي تعليق ممكن يزود حاجة أو نقص حاجة مفيش مشكلة. كويس تمام كويس كمل يا دكتور حسن. دكتور حسن راح فين؟ تمام بقول لك تمام كويس. انا خلصت الحته والله خلصت تمام. لو جبنا الفيتشرز هنعرف ان الفيتشرز بتاعه الام اس دي متجمعه كويس في صفحه واحده فيها نون سبيسيفيك سيمبتومز في ميموري في سبيتش في كرينيال نيرف انفولفمنت في موتور في سنسوري في سيربيلم في اوتونوميك. نون سبيسيفيك ودي معلومه موجوده في كتاب الدكتور حمد والدكتور المغربي ان في 75% من العيانين بيبقى معاهم سنتريترجي. الميموري افكشن ممكن يحصل للعيان ده ايفوريا او ديبريشن او ايموشنال لابيليتي. كلمه ديبريشن دي هتبقى كلو في كيس من الكيسات بتاعه الام اس. كمان السبيتش هيبقى فيه ديث ارثريا سواء كان سرالد او حتى سكات وده بتاع السيريبيلم او ممكن يكون سكاني. اهم معلومه هي الكرينيال نيرف انفولفمنت اللي هو 2 3 7 8 2 3 7 8. هنعرف ان في الاوبتيك نيرف والاوكولوموتور والفيشيال والفيستيبولر. طبعا احنا عارفين ان الاوبتيك نيرف هو اهم نيرف بيتضرب في الام اس وعارفين ان بيحصل حاجه مهمه جدا اسمها الاوبتيك نيورايتس ودي من الكومن بريزنتيشن لهذا العيان. وطبعا بتبقى يونيلاترال اكتر منها بايلاترال. بيبقى العيان جاي بريدكشن اوف فيجن او ديمينيوشن اوف فيجن او لوس اوف فيجن مع بينفول اي موفمنت. المعلومه اللي بين المربع دي موجوده في كتاب الدكتور حمد محمر عنده بيقول ان اي عيان عنده ايزوليتد اوبتيك نيورايتس لازم توديه لدكتور حتى لو ما عندوش خالص في الام ار اي او غيره تمام كده. ادي للدكتور النيورولوجيست لان بنسبه كبيره ان الراجل دوت هيجي بعد الاوبتيك نيورايتس ديت في مده ال 15 سنه الجايين بنسبه 50% هيجي له ام اس. يبقى الاوبتيك نيورايتس من الحاجات المشهوره. الاوبتيك اتروفي سنترال سكوتوما دي برضو جت ككلو في كيس. الحاجه اللي انا لسه قايلها ان من البريسيبتيتنج فاكتورز للعيان بتاع الام اس هو ان هو يستحمى لان لو استحمى هيبدا يحصل له مشكله في الفيجن او الورسنينج اوف فيجن فسموها اوت هوت. فهو هوت بعد ما يجي له هوت باث بيجي له ساين مشهوره جدا اسمها اوت هوت فينومينا ان هيبدا النظر بتاعه يبقى فيه مشكله. الاوكولوموتور من الحاجات الكومون ايرلي سيمبتومز لهذا العيان ان هو يحصل له دبل فيجن دي بلوبيا مشهورة جدا وتعتبر باثوجينوميك ساين للام اس. حاجه بيسموها الانتركيوبولار اوفتالمولوجي. طبعا هنعرف ان ثلاثه من الحاجات اللي بيبقى معاه كونكشن مع حاجه مهمه جدا اسمها الام ال بي او الميديا لونجيتودينال باندل. ايه فكره الميديا باندل؟ هو ان انت لو تيجي تبص على مين عينيك الاثنين بيروح سواء واحده تبقى الضغط واحدة ابدكشن نفس الكلام رحت للشمال واحده بتبقى ادكت واحده ابدكتد. فكره ان الشخص دوت ما تبص له على تبص له تقول له بص العينين مش هيبقى فيه مشكله خالص يعني نورمال. لو بتبص العينين مفيش اول ما تبص على اليمين على الشمال
محتاجين وقتها الحمد لله في ليجن بسبب ده هيبدا يكون اي موفمنت بقى فيها مشكله. ودي الصوره اللي موجوده في الدكتور حمد واحنا كبرناها شويه هنلاقي ان العيان لو اي حدف على ناحيه الليفت هتلاقي العين الشمال حدفت بس العين اليمين للاسف ما راحتش تقرب للعين الثانيه تمها في مشكله في الادكشن فده مشكله. نفس الفكره لو قلت له بص على ناحيه الرايت لنفس هذا الشخص هتلاقي العين اللي كانت واقفه فوق فوق الا ان هنا هتبقى المشكله عندنا ان هي بتتحرك العين لناحيه الرايت بس المشكله في الثانيه هيحصل فيها بس بيسموها ما يسمى بالاوتونوميك ساين. عاوز اقول ان العين اللي بتتحرك بيبقى فيها نستجما العين اللي ما بتتحركش بيبقى فيها باراليسيس. هي دي فكره الانتر نيوكلير اوبتالموبليجي او ما يسمى بالباثوجينوميك ساين الام اس. سببها هو ليزن في الميديا المجدودنال باندل والفيتشرز بتاعتها ان هي ما بتيجي تبص على ناحيه ان استجمت العين اللي بتتحرك ويبقى فيه باراليسيس في الادكتور. فكره النيوكلير اوفثالموبليجيا طبعا ابليجيا اللي هي باراليسيس في بعض الايه الحركات بتاعه العين. قلنا كمان يا دكتور حسن هو الفيشيال نيرف بيقول لك العيان اللي هو احنا قلنا 2-7-8 بيبقى العيان عنده فيشيال ويكنس واحنا عارفين فكره الام بتبقى رول اللي هو بيضرب البرين والسباينال خالص باللور موتور وبالتالي عيان ده مش معاه فاسيكولايتس الفاسيكوليشن دي بتبقى مع اللور موتور فالعيان دوت معاه فيشال ويكنس والعيان برضه هيبقى الكوكلو فيستيبولار على الفيرتايجو ودي من الكلول اللي احنا هنقولها دلوقتي. طبعا انت عارف ان السباينال كورد هيتاثر فاللي طالع كسنتين موتور هيبقى فيها افكشن العيان دوت هيبقى معاه باراسيزيا سواء كانت بنز ونيدلز هيبقى معاه نامبلس هيبقى معاه تراجمنال نورالجيا. فمعاه حاجه مهمه جدا ايه هيرمت ساين. الهيرمت ساين ده بنشوفها في عيانين عندنا في الكولوجي موجوده مع العيان العيان كتيجي براسه تعمل له الصاد انفليكشن للنك اول ما تحصل هيقول لك انا حاسس ان في سيخ كهرباء جه في ظهري وجه في اللمس. دي حاجه مشهوره جدا اسمها الهيرمت ساين ديت الكتريكال لايك سنسيشن بتبقى راديشن للباكس واللمس بسبب ان انت عملت سادن نيك فليكشن وطبعا بسبب الافكشن اللي حصل في البوستيرور كولوم بتاع الايه بتاع السباينال كورد. الموتور سيستم وجت مهمه جدا كسؤال قالت ان العيان ده بيبقى معاه ويكنس من ومعاه الويكنس من ابر موتور نيورون فهو معاه ممكن يكون معاه باراليسيس او باراليسيس قليل جدا يكون معاه او كوادري باريسز وكودو بالبر بولسي وخاصة بيحب الاقل نيرون ليجن طبعا عارفين المواصفات بتاعتها هايبرتونيا هايبر ريفلكسيا بارس بيبنكسف او البص بيبنكسف ديلر كولونس او بريسك ريفلكس. بريسك ريفلكس هو ان الشخص دوت يعمل الريسبونس للريفلكس بسرعة. السؤال اللي هيجي يقول لك ان العيان دوت هيبقى كل دوت في عيان الام اس ما عدا مش هيبقى معاه الهايبوتونيا هيبقى معاه هايبرتونيا. سيريبلر افكشن في هذا العيان يبقى معاه سيريبلر اتاكسيا النستاجماس والاستاكاتو سبيتش والانتنشن تريمور والجيت ديستربنس. العيان ده هيبقى معاه نوع من انواع الاوتونوميك مانيفيستاشن سواء انه هيبقى عنده مشكله في السكشوال هي الامبوتنس او هيبقى معاه مشكله في الفادر سواء اذا كان بريسيبيتيشن او حتى الريتنشن. هنخش بعد كده على الانفستيجيشن. الانفستيجيشن لهذا العيان بتبقى ثلاث حاجات اما ار اي والفيبس او الاس سي اس اف اكزامينيشن. طبعا احنا عارفين ان الام ار اي في هذا هي جولد ستاندرد نودس العيان ما تعمله الام ار اي لو الدكتور نزل شويه هيلاقي في صور للام ار اي هي بتبقى بات كلوريتك ديمايلينيشن زي السهم اللي موجود هنا ده بتبقى البي اللي انت شايفها بتبقى هايبر تنس او متاسف تبقى هايبر تنس على تي 2 فده هو الباتشي او المالتي. لو طلعنا تاني يا دكتور حسن هنلاقي في حاجه مهمه جدا بيسموها الفينجر لايك ريتينال اكستنشن او بيسموها الداوسون فينجر. لو حضرتك نزلت للصوره لو احنا خدنا كده مقطع كده كرونال هتلاقي فيه في الارو اللي هو الابيض ده هتلاقي فيه زي فينجر طالع من الفنتركل دي بيسموها داوسون فينجرز. يبقى احنا كده ده الام ار اي لو خدناه الام ار اي برين لو خلصناه
هنقول ان اكثر مكان بيحصل فيه الباتش دي او المالتي باتش بتبقى زي ما قلت في البيري فنتريكولار وايت ماتر. طبعا ده لو بدون كونتراست. لو بكونتراست عمك الحاج جادولينيوم ده قال ان هيبقى مهمه جدا. احنا بنعمل ليه العيان بتاع الام اس ام ار اي ويز كونتراست عشان نفهم هل الليجن اللي حصلت ليجن ولا نقول ان جادولينيوم دوت بيجيب العيان بعد تربيش 6 اسابيع. فلو لقيتها دي بتعتبر اكتيف ليجن او انهانسمنت اوف اكتيف. سؤال جه هيجي في الاسئله بيقول لك شكيت كلينيكال ان العيان دوت ام اس ولقيت الام بتاع البنت كويس تعمل ايه؟ قال لك تروح تعمل ام ار اي سباينال كورد. ليه كمان؟ لان ممكن يكون العيان بتاع الام اس منظر انت شايفه ده ممكن يكون بسبب كيميا عيان فوق ال 50 سنه فبيبقى فيه ديفيكولت دايجنوز انت شاكك هو ده ام اس ولا ده كونتس كيميا. فروح اعمل ام ار اي سباينال كورد بيقول ان السباينال كورد ما بيتاثرش بالاسكيميا وبالتالي هتلاقي الوايت ماتر بتاعته فيها الباتش زي ما احنا شايفين في الصوره بتاعه السباينال كورد دي. هتلاقي فيه في البتاع البيضه الصغيره اللي في النص لا في النص بعد الفيرتبرا يا دكتور حسن. ايوه الصغيره دي هتلاقي فيه بات بيضه في الجرين جنبيها يا دكتور حسن ما بين الحته ما بين بعد الفيرتبرا على طول الفيرتبرا الاول اللي هو المربع الفيرتبري اللي هي مربعه بعديها حاجه جراي كده كبيره طويله دي ايوه اللي في النص دي تمام الحته البيضه دي ايوه بيضه باتش هيبقى بيضه ثم جراي ثم بيضه ثم باتش دي الام ار اي بتاعه سباينال كورد هتلاقي فيها المالتيبل افكشن او مالتيبل دي مايلينيشن. العيان دوت ممكن تعمل له حاجه مهمه جدا اسمها الاف الفي اي بي او الفيجوال ايفوكت بوتنشال بالعربي اسمها الجهد البصري المحرض. هو ان انت بتجيب العيان بتجيب راسه وده طبعا بتكتب اساس العيان ملوش دعوه خالص بالموضوع بتحط 2 الكترود قدام والكترود ورا في الاوكسبت وبعد كده بتحط قدامه زي صور كده فالصور ديت هتبدا تشغل الريتنا ومن الريتنا ترجع ورا لغايه السوبرا كورتكس. المفروض بيطلع ورقه الورقه ديت في سيجنلز لو هي نورمال سيجنلز هيبقى مفيش مشكله خالص. اما مشكله العيان بتاع الام اس ده هتلاقي فيه سلو الكتريكال ريسبونس او اب نورمال الكتريكال ريسبونس. تمام اوكي تمام معاك يا دكتور. تمام بيقول ميزه الفيب ده ان هو هايلي سنسيتيف لو حصل دي مايلينيشن للاوبتيك نيرف. ايه الفكره زي ما هو مكتوب كده فكره الكوندكشن ان ايام ما كان الاوبتيك نيرف كان مايلينيتد فالكوندكشن بتاعته بتبقى اسرع اما ما بقى دي مايلينيتد فالكوندكشن بتاعته بتبقى اقل. وده لذلك العيان بتاع الام ار اي ممكن نعمل له هو الام ار اي بتاع السباينال كورد نورمال. يعني انت عملت ام ار اي برين نورمال وام ار اي بين الكورد نورمال روح اعمل لعيان الاوبتيك نيورايتس فيب هتلاقي 100% العيان دوت عنده مشكله في الفي اي بي دي بيسموها الفيبس ماي ديمونستريتد ابنورماليتي حتى ولو كان الام ار اي في نورمال. في عيانين الايرلي بقى اللي هو العيان اللي هو الاوبتيك نيرف حتى ممكن يكون اسيمتوماتيك. اخيرا الاس اس اف متاسف السي اس اف اكزامينيشن فكرتونا بحاله عندنا في الاسم عندنا دكتور ربنا يديه الصحه بعت البتاع ديت بريطانيا عشان تطلع النتائج بتاعتها. فبيقول ان السي اس اف في مشكله فيه بيبقى فيه البروتين السيلز بتاعه الليمفوسايت والكلام ده بيبقى اكتر من البروتين. طبعا احنا عارفين ان الاميونوجلوبولين اللي بيبقى موجود في السي اس اف هيبقى عالي لان الليمفوسايتوز هتبقى عاليه وخاصه الاي جي جي. في حاجه مهمه جدا هي مش سبيسيفيك بس سنسيتيف اللي هي الاوليجو كلونال باند موجوده في اكتر مهمه جدا موجوده في اكتر من مرض بس لو موجوده بتبقى سنسيتيف لمرض الام اس. اولا هي موجوده في السي اس اف بس مش موجوده في السيرم. لو عملت الكتروفوريسيس للسيرم مش هتلاقيها وانما موجوده في السي اس اف. موجوده في 90% من العيانين بس هي مش سبيسيفيك للام اس. اخر معلومه بتقول لو لقيت الاوليجو كلونال باند في عيان ايرلي ستيج للام اس هيبقى ده عيان بور دايجنوزس. اخير بعد كده فاضل لنا حاجتين هو الدايجنوستيك كرايتيريا المانجمنت. الدايجنوستيك كرايتيريا عمك الحاج ماكدونالد كرايتيريا بتاعت الام بيقول ان الام ار اي فايندنج مهمه جدا. بيقول ان المالتيبل سكلروزس بتتشخص ان انت تلاقي دي مايلينيتد ليجن ذات سيبريت ان سبيس اند تايم. فكره يعني ان انت حضرتك بتبقى زي ما فكره ان هي
بتبقى ريميشن اند ريلابسنج، فدي بيعرف لي كلمه التايم. وسبيس اللي هي بتبقى بليس اللي هو بيبقى موجوده في اكتر من مكان، يعني ممكن تلاقي المكان دوت وانت بتعمل ام ار اي السنه دي 2020 تلاقيها نورمال، 2020 تلاقي فيها مشكله. وكلمه سيبريت ان سبيس مش على طول يعني، فبتبقى كلمه الباتش هي اللي بتفسرها. مش محتاجين قوي الدياجنوستيك كريتيريا نقراها، بس الاهم هو كلمه المانجمنت او التريتمنت بتاع الام اس بيتكون من ثلاث حاجات، اما اعالج الاكوت ريلابس او ان انا اديله حاجه اسمها ديزيز موديفاينج ثيرابيس او سيمتوماتيك تريتمنت. طبعا انتوا عارفين ان هو اوتو اميون ديزيز فعلاجه هو الكورتيزون. العيان دوت عيان اوتو اميون ريليتد ديزيز، ارجعه يا باشا ميثايل بريدنيزولون السلوميدرول، حقنه عندنا بنديها لعيان الاوتو اميون ديزيز 3 ل 5 ايام، دي بتقلل من الفتره بتاعه الريلابس. مهم جدا لازم تفهم ان الاسترويد بيقلل الديوريشن بس ما يغيرش من الديجري بتاعه الريكفري، يعني هي اخرها ان هو يرجع العيان للبيزلاين فانكشن بس ما بتاثرش على، لذلك احنا بنعمل ديزيز موديفايند عند كده. ودي فكره الكورتيزون، الكورتيزون هو بيقلل الريلابس بس ما بيعالجش، ما بيعملش ميديوريشن للمرض او موديفيكيشن للمرض، هو بس بيقلل الايه الديوريشن بتاعه. ما بيقولوا ان لو العيان بتاع الكورتيزون ده ما استجابش على الكورتيزون ممكن تعمل له بلازما اكستشينج زي ما استخدمناها قبل كده في التي تي بي. نزلت على حاجه اسمها اللي هو الاسوشيشن اوف ذا بريتش نيورولوجيست جايد لاينز، قالت ان في ادويه مودريت افيكاسي مودريت هاي افيكاسي، دي حاجه جديده 2015. طبعا احنا عارفين ان اشهر دواء بيستخدم في علاج الام اس هو البيتا انترفيرون، في دواء تاني اسمه جلاتيرامير اسيتيت اللي هو اسمه فيه الصيدليات كوباكزون، تين فلوناميد ده الاكتيف فورم بتاع الفلوناميد، داي ميثايل فوماريت، واخر حاجه الفينجو ليمود. دول الثلاث بيستخدموه ايه الجيلينيا فعلا بيستخدموه اللي هو الاخير ده. تمام دول جايب الاسامي التجاريه تمام كده والاسامي اللي هو العلميه. الهاي افيكاسي بقى ده الجديد، الهاي افيكاسي في 2015 لو ان الادويه اللي شغاله على فكره المونوكلونال انتي بادي اللي هي الليمكيو ديوماب، وده بيستخدم برضو في عيانين الكلل او ما يسمى بالناتاليزوماب، او اذا كان الامترادا او حتى التسبري ده او ده ممكن هاي افيكاسي. اسئله كتير بتيجي في عيان الام اس البيت انترفيرون، الميزه بتاعته او بتاعته هو ان هو بيقلل الريلابس في اول سنتين بنسبه 30%، بيقلل نمبر اوف ريلابس وكمان بيقلل من الام ار اي تشينجز، بس الفكره ان هو ما بيقللش الاوفر اول ديستابيليتي. مش محتاجين قوي الكرايتيريا فور يوسج جت بارت 2، مش محتاجينها قوي، سواء اذا كان الكرايتيريا للريلابسنج ريميتنج ديزيز، قال لك الكرايتيريا بتاعت استخدام البيتا، يعني امتى نستخدم البيتا انترفيرون في عيان ام اس، ده الكلام اللي عليها في المربع دوت اللي حابب يقراها ما جاتش قبل كده في الاسئله. انزل كده يا دكتور حسن. كمان طبعا احنا قلنا ان في نوعين من البيتا انترفيرون. العلاج اللي دكتور قال عليه اللي هو الجيلينيا ده وهو عامه كنت شفت مقارنه ليه كده، لان عندي بيشنت في العياده بياخدوه بينه وبين انترفيرون في الباس ميديسن. اعتقد في الباس تيست، انا حاليا شغاله على الباس تيست. تمام. وكنت قرأت مقارنة قريب من شهرين ثلاثة بينه وبين الانترفيرون، لأن في مرضى ماشيين عليه هنا في السعودية وجايب معهم نتائج أحسن كتير، هو فعلا دلوقتي الإفكاسي بتاعته بيقولوا أحسن من الانترفيرون كمان، وميزته بقى الانترفيرون اللي ما فيهوش السايد افكت انترفيرون اللي هي بتاعت الأوفر اكتيفيشن للتي بي والحاجات اللي هي ما تنفعش معها الانترفيرون اللي احنا اللي هي الكونتر انديكيشن مع انترفيرون. يعني وانا اعتقد ان هو اورال ادمنستريشن كمان، يعني البيتا انترفيرون اعتقد ان هو ايوه، ودي برضو الميزه بتاعته الثانيه قراره زي نتائجه حلوه عامه، يعني الابحاث كلها دلوقتي تقريبا عليه، وانا شفت منه سؤال مره في
قرار وزاري في مصر كمان على الحالات يعني. تمام جيلين غاليين جدا يعني. تمام متشكر جدا دكتوره. البرودكت بتاع الانترفيرون في عندنا حاجه اسمها 1 الفا و 1 بيتا. 1 اي متاسف هي 1 اي 1 بي. 1 اي اللي هي ابونكس و 1 بي بيتا فيرون للسهوله. 1 اي ابونكس ده اسم تجاري و 1 بي اللي هو البيتا فيرون. الاولاني بيستخدم في حاجه واحده والثاني بيستخدم في حاجتين. الاولاني بيستخدم في الار ار والثاني بيستخدم في الار ار وفي سكندري بروجريسيف. السؤال بيقول امتى نوقف البيتا انترفيرون؟ لو حصل ان العيان جاله اكتر من 3 ريلابس في السنه اذا لازم بقى انت هو هدفه ان هو يقلل الريلابس. لو انت حضرتك بريكلود يعني تمنعه تمنع الكونتينيوشن بتاعه ان هو مش هيبقى ليه قيمه بعد ما هو عمل لي اكتر من 3 ريلابس في السنه الواحده. السايد افكت بتاعته وده مهم جدا وجت حبارها الدكتور حمد بيقول ان الريسك اوف ثايرويد ممكن يعمل هايبر ثايرويد او هايبو ثايرويد او ايو ثايرويد. فبيقول ان العيان اللي بيتعالج بانترفيرون بيتا 1 بي اللي هو البيتا فيرون الافضل ان انت تتابعه على طول بالثايرويد فانكشن التي اس اتش والتي سي او تي 4 عشان ممكن يجيب. اخيرا الانديكيشن بتاع العيان بتاعنا ممكن يكون ان اي عيان ميلو ديبريشن او هيباتيك ديسفانكشن او ان كنترول ديبليبسي او حتى هيستوري اوف ديبريشن. الدواء اللي هو الجلاترامير طبعا دواء اميونو ميديوليتنج والمهم جدا في السؤال الوحيد من ادويه الام اس الذي يستخدم في البريج. الدواء الوحيد لو انت عاوز تحششها بريج جي 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 بريج هو الجلاترامير هو الوحيد يستخدم في يعني البيتا انترفيرون وكل الانواع اللي بتستخدم في وبرضه احنا عارفين ان الانترفيرون لا يستخدم في الليفر ديسفانكشن وبالتالي ممكن نستخدمه في الليفر ديسفانكشن. العيان اللي يسموه الفينجو ليمود طبعا زي ما الدكتوره بتقول فينجو ليمود ده اللي هو اورال وده الوحيد اللي فيهم اورال الميكانيزم اوف اكشن ممكن يكون ده السؤال اللي جه يا دكتوره معرفش لان هو الدكتور حمد حمرها يعني ان هو بيشتغل فينجوزين 1 فوسفوديوليتور ده البرايمري اكشن سكندري اكشن بيشتغل سيراميد سينثيز. ده ممكن يكون ده السؤال اللي جه ولا حاجه تانية خالص؟ تمام هو فعلا السؤال اللي انا شفته اهو تمام الميكانيزم اوف اكشن بتاع الفينجولي مود سفينجين 1 فوسفيت ريسبتور موديوليتور والاذر اكشن از انهبيت. الدوايين اللي هم الهاي افيكاسي اللي هم شغالين على مونوكلونال انتي بودي اللي هو الاستيوزاماب دوت شغال انتي سي دي 2 عارفين ان الانتي سي دي 20 هو ريتوكسيماب اما الليمو تيزوماب ده انتي سي دي 52 شغال وطبعا ده بيبقى انتروفينوس انفيوجن. اخر حاجه الناتاليزوماب الميكانيزم اوف اكشن بيبقى انتاجونست للالفا 4 بيتا 1 جرين مشكلته كلها ان هو بيسبب البي ام ال بالبروجريسيف مالتي سيمتوماتيك تريتمنت للعيان ده وجات سؤال قبل كده عيان ده بيبقى معاه سباستيسيتي بسبب الهايبرتونيا فبيبقى يجي لك السؤال بيقول عيان اس معاه بينفول انفولنتري كونتراكشن اوف ذا ليج ماسل ايه هو الفيرست لاين اوف تريتمنت؟ هو الباكلوفين. لو دكتور حسن ينزل الباكلوفين هو العلاج بتاع السباستيسيتي. ممكن السكند لاين ده الدنترولين ومن الحاجات المهمه تعملها له فيزيوثيرابي. لو عيان بلادر ديسفانكشن لو في شويه ريزيدوال يورين فوليوم هتعمله كاتيترايزيشن ولو ما فيش ممكن تديله انتيكولينرجيك او ماسكلينيك انتاجونست. العيان اللي معاه فاتيج او ليثورجي ممكن تدين في علاج الايه الفاتيج اللي معاه الام اس. اخر سؤال جه في باس ميديسن الجود بروجنوزس هو في ميل سكس العيان يبقى صغير الار ار الحاجات الكومن باترن جميلة جدا ومن الجود بروجنوزس العيان اللي هيبقى معاه سنسوري سيمبل لا معاه اوتونوميك ولا معاه موتور ولا حتى معاه سيربيلوم. الفرق ما بين الريلابس والريلابس الفيرست تو ريلابس ما بين اول مره وثاني مره تبقى كل ما كانت بعد كل ما ده يبقى جود بروجنوزس. اخيرا ان العيان ما يكونش عنده سيمتوم او ساين بتوين الريلابس. السؤال اللي هيجي هيقول ان الميكس 6 از بروجنوزس واحنا فاكرين ان معظم اللوكيميات
بتبقى الفيميل سكس هي البور بروجنوزس والميل سكس هو البور بروجنوزس. ده الام اس متاسف جدا على ان انا طولت عليكم يعني. ده فندم حلو برضو الربط مع الهيماتولوجي جميل برضو حبيبي في السي دي وفي في البور بروجنوزس. خلاص اجيب الفايل يا اخي. دكتور الوصيف لسه معانا ولا مشي؟ معاك يا باشا. معاك يا ضمان. اتفضل يا باشا. يلا ماشي يلا. What is the most likely diagnosis؟ ده في ميل بيشنت 25 سنه عندها هيستوري اوف ديبريشن, جاي لعياده الجي بي بتشتكي من نمنس افكتنج سيستا ديستريبيوشن ان هير رايت ارم. There is no history of neck pain or injury. Neurological examination confirms reduced sensation in that dermatome, but is otherwise unremarkable. She reports no similar episodes previously, although does prescribe an episode 3 months ago of reduced vision and the painful movements in her right eye. This resolved spontaneously and she didn't seek medical attention. What is most likely diagnosis? يعني خلال 3 شهور جاتوا attacks. أول attack فيهم كانت جاية حوالين العين, painful movement في right eye, والattack الثانية جاية في loss of sensation. أنا في التشخيص الأقرب. طبعاً السؤال موجه قوي يعني. تمام. يبقى ده multiple sclerosis. طبعاً ماشي الكلام. This an example of ده عيان في male patient 33 سنة عندها multiple sclerosis. ده تشخيص واضح هو. بتشتكي إن her vision becomes clear during a hot bath. طبعاً أنت محمد يعني جم حنا فقال لك إيه الساين دي اسمها إيه؟ لا التانية كانتش فينومينا, كانت ان الهستامين بيطلع مع البول سيستم ربع فيها. بس التانية اسمها اكويتك هي نفس اكويتك بريورايتس. التانية كانت هرش وكده يعني. لا لا بيسموها اكويتك بريورايتس يعني. اه تمام خلاص اوكي ما تدخلش الاثنين في بعض. Which one of the following finding is least typical? You are asked to perform a neurological exam of the lower limb on a patient with multiple sclerosis. ايه اقل حاجه هتشوفها؟ هل ناقص التون ولا باتيلر كلونس ولا اب جوينج بلانترز ولا ويكنس ولا بريسكي ريفلكسز؟ ده معاه هايبرتونيا مش هايبوتونيا. اه بالظبط. فبتقل ناقص التون دي صعبه. انا بختار النيورون ليجن عشان هيك. ايه النيورون مش الاول. مستحيل في عين واحد هتلاقي الاثنين دول متجمعين, ان عين عنده بريسكي ريفلكس واب جوينج بلانتر. هي عبارة عن أبر موتور نيرون ليجن عكس الجليان بري. عكس الجليان بري بالظبط. اه بالظبط. الفرق ما بين الدود ما بين الماس والجليان بري ده بيبقى أبر موتور, التاني بيبقى لور موتور. تمام يا دكتور. اتفضل دكتور حسن انت عشان نشوف السؤال اللي بعد. طيب ده سؤال طول شويه. بقول لك what is the most which of the following is most appropriate is the most appropriate action. تمام. انت استدعوك عشان تبص على فيميل بيشنت سنها 21 سنه جايه تشتكي من يومين من بليرد فيجن اند بين ان هير رايت اي ويتش ورسند افتر هير مورنينج باث. بعد ما خدت دش كده حصلها بليرد فيجن. شي هاد سيميلر سيمبتومز 6 مانثس اجو افكتنج هير رايت اي but this resolved spontaneously and she didn't seek any medical attention. Examination reveals central scotoma and impaired color vision on Ishihara blades in the right eye. Examination is otherwise unremarkable. When in contrast, MRI brain shows T2 segments of the right optic nerve, but no other abnormalities. Lumbar puncture of Philippe. يعني هو كلام واضح جدا عنده. وقال لك هو her mother, لا ده أمها كمان عندها multiple sclerosis and she is understandably anxious to discuss her diagnosis and the treatment options. هي متوقعة انها تطلع زي أمها يعني وخايفة كمان. What is the most appropriate action عشان تشخص؟ هل تبدأ بيتا انترفيرون
ولا reassure her she doesn't have multiple sclerosis and discharge، تطمنها مع كل الاعراض اللي عندها دي، ولا تديها ستيرويدز وارينج ام ار اي هول سباين، ولا بيرفورم فيجوال ايفوكت بوتنشال، ولا جيف ستيرويدز اند ارينج ريبيت ام ار اي برين از ان نيورولوجي اوت بيشنت. اللي قالها الدكتور محمد ان احنا لازم نعمل كونسلتيشن نيورولوجيكال كونسلتيشن عشان ممكن تقلب، تقريبا نص الحالات بتقلب بعد كام سنه. وبس عشان الموضوع يبقى واضح، دي بنت عندها امها عندها بوزيتيف فاميلي هيستوري، عندها مالتيبل سكليروسز، وهي بتشتكي من كذا اتاك خلال الست شهور اللي فاتوا، وعندها حاجات تيبيكال انها خلاص مالتيبل سكليروسز، لكن الام ار اي بتاعتها كانت كويسه، الام ار اي برين كويسه تمام، وفي افكشن في الاوبتيك نيرف واضح، فنعملها ايه؟ انا رايي زي ما الدكتور محمد قال، لا انها تدي جيف سترويدز عند ارينج هول سباين، يعني الاسترويد في الاكيوت اتاك تمام، بس هي كلينيكالي مشخص، انا شايف مشخص يعني، حتى قايل لك في كتاب حمد ما بتحتاج كل الانفستيجيشن، بتقدر تشخصها كلينيكالي، فهمت كيف؟ فانا بقول هاي انا بشوف هاي مش اكيوت اتاك، تعطيها مباشره خلص، هي جايه ببلرد فيجن ورايت اي، يعني من يومين ستيل الاعراض موجوده، وبالتالي دي اكيد اتاك، بالتالي تاخد استرويدز وتعمل ام ار اي هول سباين، لان احنا من الكريتيريا اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه ان لازم يكون سيبريت ان بليس اند تايم، فانت عملت خلاص على الام ار اي على البرين، لازم تعمل كمان ام ار اي على السباين. انما طبعا انك تعمل لها ده غلط تماما، تعمل فيجوال ايفوكت بوتنشال مش هيفيدنا في حاجه، لان خلاص هو الاوبتيك نيرف فيه مشكله، يعني صح، مش هنخش لاف سي ولا في دي، عشان اوريدي التشخيص خلاص تم كده صح؟ لا سي، هناخد سي، ناخد سي في السباين. ايوه بالظبط، هو بص من الكريتيريا بتاعت المالتيبل سكليروزز لازم تكون سيبريت ان بليس اند تايم، انت دلوقتي عملت ام ار اي برين لقيتها كويسه تمام، فبالتالي لازم تعمل ام ار اي. دي السي دي مع الناس اللي هي الاولد ايج، يعني زي ما قال دكتور محمد من شويه ده 21 سنه. لا يعني دي بنروح لو هي اولد ايج بنروح مع دي، بنتاكد من السباين. لا ده هو من الكريتيريا انك تشخص ام اس، هو بيجي في السن ده، عشان تشخصه لازم سيبريت ان بليس، يعني تعمل ام ار اي برين وتعمل ام ار اي سباين وسيبريت ان تايم، تلاقي اتاك من ست شهور، اتاك كانت قديمه واتاك جت جديده كده، تشخص. نشوف الاجابه كده ولا هي الفكره بس يا دكتور محمد، ده عيان اكيوت ريلابس لعيان ام اس، فلازم علاجه في الجون، هي دي الفكره. الفكره ان انت عيان، ده عيان علاجه الكورتيزون تمام، يعني انا he's going to lose his eye، كيف يعني he's going to lose his eye، فخلاص يعني ما ينفعش ان احنا نستنى عليه، هو ده البروتوكول على فكره بتاع العصبيه في كل حته، النيورولوجيست في كل حته، ان انت تدي كورتيكوسترويد وعلى مهلك الانفستيجيشنز بتاعتك. يعني which one of the following drugs is used in the management of MS، هل بيتا انترفيرون ولا جاما انترفيرون ولا انفليكسيماب ولا رايتوكسيماب ولا الفا انترفيرون؟ طبعا احنا عارفين انها البيتا انترفيرون. تمام، حته الماب ديت كان تاني اسمه ناتاليزوماب، و ميديوكسيماب هو الفليكسيماب ده What is the most appropriate first line therapy? ده في ميل بيشنت عندها 43 سنة وعندها multiple sclerosis، جاية في العيادة بتشتكي من painful involuntary contractions، painful involuntary contraction of the leg muscles. What is the most هي متخصصة MS وجالها الموضوع ده. What is the most appropriate first line therapy؟ زي محمد برضو قال لنا من شوية طبعا تمام.
حسب الشرع عليها الباكلوفين اهو ده تستي. تمام انا مجربه شخصيا الباكلوفين ده عمري ما انساه. طيب زمان السلام يا دكتور حسن. الله يسلمك يا حبيبي. Which of the following patterns is most likely for the first several years of the disease? Ma'am, you are working on the neurological board, 32 سنة female patient, and that two young children has just been diagnosed with a chronic neurological disease after presenting with acute double vision. 2 years ago, she had an episode of acute vertigo, which she brought down to labyrinthitis. تشخصت إنها labyrinthitis. She had an MRI scan of her brain and spine. She wants to know what sort of disease course she should expect. Which of the following pattern is most likely for the first several years of disease? يعني غالبا التشخيص ده ما كانش صح. صح كده؟ وتشخصت جالها قبل كده فيرتايجو وتشخصت على اساس انها برونسايتس ولما جالها دلوقتي مشكله في الفيجن بدأت تشك في كل حاجة بقى وعايزة تشوف ايه المشكلة اللي قبل كده. طيب ايه الباترن بقى؟ هل symptoms affecting peripheral nervous system first and the central nervous system later؟ ولا occasional flares of new symptoms in different areas of the body with variable recovery in between؟ ولا a slow and gradual accumulation of symptoms over the next 20 years؟ ولا symptoms gradually ascending up her body starting with food drop؟ ولا rapid accumulation of new symptoms initially but slowing after around 10 years. اعتقد occasional flares. هو طبعا زي ما symptoms in different areas. طيب تعال ناخد واحد واحد. هو قصده ايه؟ symptoms affecting peripheral nervous system first انت سنتر نيرفوس سيستم ليتر يعني ياخد بريفر الاول وبعد كده سنتر. انت مش عارف الصراحه يعني هو العيان ممكن يبدا بالبرسيجيا او كده وبعد كده شخص يعني مادر سكروز او بتكلم على الباترن بتاع ال حاجه يحصل فيها النيروبس الاول مثلا وبعد كده يروح على سنتر نيرفوس سيستم. انما هو دي بتهيألي قصده جامبري صح؟ ascending up in her body starting with food drop دي ده جامبري. slow gradual accumulation ده زي معظم حاجات النيورو زي الزهايمر والكلام ده اللي هو الحاجات الكرونيك والديمنشيا والكلام ده. rapid accumulation of new symptoms initially but slowing after around 10 years زي stroke مثلا اعراض مره واحده وبعد كده ايه تبدا تتحسن خلال السنين اللي بعدها. ماشي الحال. تمام. طيب اخر سؤال ناخد اخر. Which one of the following factors indicate poor prognosis in patient with MS؟ هل relapsing remittent ولا presence of sensory ولا young age ولا male sex ولا long interval؟ طبعا صراحة الشرح بتاع دكتور محمد مغطي كل الأسئلة. هو محمد لمنا الكيس اصلا. ملم كله في الشرح الصراحة.